الله أكبر الله أكبر الله أكبر. القذائف تهدم سوريا والأبنية أصبحت ركاماً وسيل اللاجئين إلى دول الجوار يتضخم باستمرار. الأزمة السورية متشعبة واتساع رقعات النزاع إلى خارج الحدود دونها عواقب عدة، فمن الجانب التركي تهديد برد أقوى أعلنه قائد الجيش التركي نجدة أوزيل خلال زيارته المناطق الحدودية المتضررة، حيث أشار إلى أن الردود التركية السابقة تسببت بخسائر مهمة في سوريا. من جانبه أكد رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أن الحوادث في سوريا تدمي قلب الإنسانية، نافيا أي رغبة لتدخل بلاده في الشؤون الداخلية السورية. من الجانب الأردني أكد مصدر رسمي وصحيفة نيويورك تايمز أن الجيش الأمريكي أرسل قوة خاصة من 150 عنصرا إلى الأردن لمساعدة المملكة على مواجهة تدفق اللاجئين السوريين والتحضير لسيناريوهات تشمل فقدان السيطرة على الأسلحة الكيميائية، ولكن المملكة نفت ذلك. في الميدانيات تتواصل المعارك قرب الحدود التركية، في حين يعمل المعارضون على نقل الجرحى إلى تركيا للعلاج. وفي إدلب معارك عنيفة واشتباكات، فيما يحاول مقاتلو المعارضة منع الجيش السوري من إرسال تعزيزات إلى مدينة معرة النعمان التي سيطروا عليها الثلاثاء. وقال المرصد السوري إن المروحيات العسكرية ترافق تعزيزات الجيش لأن المدينة استراتيجية بالنسبة إلى معارك حلب. من جهة أخرى معارك في حمص، حيث تنوي القوات النظامية شن هجوم نهائي على المدينة وفق صحيفة الوطن السورية التي أشارت إلى تقدم نوعي للجيش على المحاور كافة في المدينة وريفها. مزيد من القتلى في أعمال عنف في مناطق مختلفة، بينهم مراسل قناة الإخبارية برصاص إرهابيين في دير الزور وفق الإعلام الرسمي. وفي مسألة المخطوفين الإيرانيين 48، أكد وزير الخارجية الإيرانية علي أكبر صالحي أنهم بوضع صحي جيد، ومشيرا وفق وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن إيران تجري اتصالات بقطر وتركيا والحكومة السورية للإفراج عنهم.